ننتقل إلى فلسطين وفي إطار مشروعها البحث الفني أعمال قيد الإنشاء الذي يتناول موضوع الهوية الوطنية الفلسطينية داخل أراضي 48 وعلاقة الإنسان المركبة بمحيطه، افتتح في جاليري باب الدير بمدينة بيت لحم معرض الفنانة الفلسطينية منال محاميد التي نستضيفها معنا مباشرة من حيفا. صباح النور منال. أهلا، صباح النور. صباح النور، أهلا بك معنا في برنامج صباح النور. إذا في البداية يمكن القول أن العمل هو بحثي وفني في نفس الوقت ويركز بشكل أو بآخر على الهوية الفلسطينية، لو كنت تخبرنا أكثر كيف تتجسد الهوية الفلسطينية في أعمالك قبل أن ننطلق للتحدث عن المعرض الأخير. يعني الصراحة هذا مشروع اللي صار لي بشتغل عليه سنتين، وتم عرضه في البداية في رام الله وبعدها في حيفا، وحاليا معروض في جاليري باب الدير في بيت لحم. بحكي عن مفهوم الهوية وخاصة للفلسطينيين اللي ساكنين في ما يسمى 48 أو الداخل. ويمكن أكثر شيء حسيت أنا يعني بحكي إنه بتجسد عن طريق الفيديو آرت اللي فيه تم تصوير جغرافيا من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. عمليا هو فيديو اللي بمر عبر الزمن، يعني مرحلة عن الزمن اللي فيه تصوير أمكنة مثل حيفا، عكا، طبرية، بحر الميت، بسان. وهون بالفيديو يعني بتم عملية خرق لكل ما يسمى حدود مصطنعة أو الحدود الجغرافية. وكمان يعني ما ننسى احنا بنحكي عن امكنه اللي فيها ترسب حضارات وشعوب اللي كانت في البلاد. نعم. مشروع المعرض او المعرض بحد ذاته منال اسمه الغزال الفلسطيني. لماذا الغزال؟ يعني يخيل الي لوهله اولى انك تمرين عبر الزمن الذي ذكرتيه بسرعه الغزال، هل هذا صحيح؟ مش كثير يعني لماذا الغزال؟ هيدا تفسير يعني عم بحكي عن مجرد وجودك وكيانك في بلدك، وانت عمليا بعمليه صراع خلينا نسميها دائمه ومستمره حتى بالحياه اليوميه تبعتك. يعني انا بلشت الفكره لما طلعت عم بحكي عن حياه يومية ممارستك بالحياة. عم نطلع بيوم شي عطلة على حديقة الحيوان، فهناك انت بتتفاجأ للوهلة الأولى في اللافتة مكتوب عليها في العربي الغزال الفلسطيني، وفي العبري الغزال الإسرائيلي، وفي الإنجليزي كمان غزال فلسطيني. فللوهلة الأولى انت يعني بتصير كمان هون يعني. والإشي الثاني انه انا لما شفت الغزال نفسه الحيوان في حديقة الحيوان كان مبطور الطرف، فسألت شو قصته الغزال الفلسطيني. فالقرار كان قرار طبي انهم يبتروا الطرف تبعه لينقذوه. فانت بتشوف كمان عمليا تجسد حياتك نوعا ما. يعني بالنسبه لي الغزال هو مجاز لإلي ولإلنا كشعب فلسطيني، انه كمان هالحيوان هو عرضة للملاحقة ومطاردة ومحاولة تشويه وطمس هويته. وهذا علاش أكثر القناع أنه هو مقسم أو مجزأ إلى ثلاث أطراف. لو كنت تحكينا بتفاصيل علاش ثلاث أطراف للغزال؟ ما سمعتك معلش. مش مشكلة، أكيد احنا قلت لك معناها الفكرة أنه كان مجزأ إلى ثلاث أطراف، وعليش الاختيار إلى التجزئة إلى ثلاث أطراف بالضبط؟ يعني أنا حسيت أنه هون هاي الصورة الغزال بثلاث أطراف يعني مجاز لمحاولة يعني تشويه الهوية، وبالأخص أنا عم بحكي عن الهوية اللي بتمسنا إحنا كفلسطينية اللي ساكنين في وطنهن وفي بلدهن. خلينا يعني ما بحب هاي التسميات، أحكي فلسطين التاريخية والداخل 48. يعني أنا يعني عم بحكي حتى بهذا المعرض
عن كل التقسيم والبتر الجغرافي، يعني إن كانت 67 48 غزة الشتات. فبالفيديو كمان مرة إذا بتدرج على الفيديو هناك هي حكيت لك، يعني هي عملية ركض لإلي بكل الطبيعة البلاد، طبيعة فلسطين، يعني تستخدمين من دون طبعا أي حاجز أو أي عرقلة، يعني عملية فيها استمرارية. أنت في مقابلة سابقة كنت قلت بأن حلمك أو رغبتك بأن لا يكون هناك حدود جغرافية في العالم، إلى هذا الحد تطلبين العالمية أو الكونية في فنك؟ يعني أكيد، يعني مش بس بحب، يعني هاي حلمي ورغبتي إنه ما يكون أي حدود بين أي، لا حدود سياسية ولا جغرافية، إنه يكون يعني مفتوح. فبفكر هذا بيكون أروع شيء. هناك وسائل ممكن تحصل عليك شيء. نعم، هناك وسائل مختلفة في فنك، يعني ذكرت الفيديو وهناك الرسم لأنه والتصوير. لأنه الهوية أكبر من هيك، يعني أكبر من حدود. نعم، أخبرينا أكثر عن وسائلك المختلفة. منال تسمعينني؟ نعم، يعني فيه بالمعرض بضم تقنيات. أنا سمعتك. نعم تفضلي. أوكي تمام. استعملت عدة وسائط مختلفة بهذا المعرض. استعملت كوسيط الفيديو آرت، التصوير، الحفر، الرسم، مجسمات، وكله بيحكي عن نفس الفكرة، فكرة نعم. الغزال الفلسطيني وكيف ممكن قراءته وعلاقته بالمكان وبالطبيعة والهوية طبعا. وفي المجسمات هناك استخدام إلى السيراميك، علاش استخدام هذه المادة بالذات؟ يعني لجوئي بشكل عام للخامات اللي ممكن استعملها، اللي ممكن تخدم فكرتي او فكرة المعرض اللي عم بشتغل عليه. هون كان لجوئي لمادة السيراميك لانه عم بحكي عن حالة هوية اللي هي هشة، ومثل السيراميك يعني الهش اللي ممكن بأي لحظة ينكسر. طبعا يعني كمان هاي كخامة هي عضوية، فكان لي مهم انه اختياري يكون لهي الماده اللي هي هالشيء. نعم. منال انت شاركتي ممكن باي لحظه تتشوه. نعم. بس هي لساتها يعني مستمرة وبتحاول. نعم. منال انت شاركتي في معارض عالميه ايضا، يعني بلندن وشيكاغو ودسلدورف. الى اي مدى ادخلتي هذا الحس الفني العالمي الى المعرض الفلسطيني؟ لحظة ممكن تعيد السؤال؟ نعم. الصوت بجاوب ما عم بسمع منك. ولا يهمك ولا يهمك. سوري. كنت أشرت منال إلى أنك شاركتي في معارض عالمية. إلى أي مدى هذا الحس الفني العالمي توخيتي بأن تدخليه نعم. إلى فلسطين؟ يعني عمليا انت لما بتستعمل مواد وتقنيات اللي ممكن بصريا قراءتها عالميا، فبفكر يعني هون انا قدرت احكي بلغه عالميه. نعم. يعني حتى لو انت عم تحكي عن قصه يعني محليه نوعا ما، مع انه انا ما بشوفها محليه، اكثر هي عالميه، وعن طريق المواد والتقنيات والخامات وطريقه عرضها اللي فيها لغه بصريه عالميه. نعم. نشير في النهاية إزار. نشير إلى أن المعرض أيضا مستمر إلى حتى العاشر من أذار مارس، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنال في مسيرتها الفنية. شكرا لك. يمكن أكثر. شكرا. إن شاء الله. إن شاء الله.